صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 20 لسنه 2022 بتعيين مدراء في هيئه التخطيط والتطوير العمراني جاء فيه. يعين في هيئه التخطيط والتطوير العمراني كل من السيده نوره محمد حسن بوتشيري مديرا لاداره التخطيط التفصيلي. السيده ايمان ناجي قاسم علي ناجي مديرا لاداره تنفيذ المخططات. السيد فراس عباس أمين أبو أمين مديراً لإدارة تخطيط البنية التحتية والخدمات، الشيخ حمد بن خالد بن راشد الخليفة مديراً لإدارة التطوير العمراني